فير بلاي. بطولة لونس الاتحاد بيمن محمود جي اس كا متقدمة على المتلوي واحد بليش، هدف شنو الكل متقدم على المتلوي واحد بليش، وجي اس كا ايضا كان باش يكون تقريبا في الايامات الماضية. سفيان من عند الكوتش سفيان الحدوسي موجود معنا بالتليفون. كوتش انا بيك. والله الحمد لله تعب شوية كنت انك تكون في جي اس كا حتى كيفاش؟ حتى اليوم ولا معناتها الستاف نتاعي هو اللي موجود هو بيدو واحد مشى معناتها ما تعرف القروان. اهم حاجه عندي مش باش نتمنى على الفريق من نزول، عيب معناتها شبيبه القيروان وجماهير شبيبه القيرو وبشرف كما يقولوا. جات حجم اكاو بدينا معناتها بار المشاكل بار اليوم فما في رق معاقبه ولي زونترونور بديت التدريب نتاعي دربت عملت حتى الترينيو تكنيك وكل شيء. كي نقول لك حتى دوس نهار ما عنديش حتى توريزاسيون باش نقعد كي واحد، وانا حاسسها الحكايه هذه عندها برشا قلتنا يلزمها برشا عده تغييرات في بالك في المغرب افلام ما في السعوديه تهري هك ولا تخرج تاخذ فلوس ترونير يقعد 6-7 شهور لو كان تخرج يولي سيد حيدوسي شبيه من جماعي الجماعي وش فرقوا حتى في المدربين. تصور انت جماعيه معاقبه ما عندهاش الحق في تجيب مدرب يجي المدرب ماضي ساعتين في الدرجي معناتها تصور انت ان ترونير بقدره يقعد يستنى حتى قدام الملاعبيه نتاعك فما شيء ما عادش تتقبل الرساله هذه يمكن ما نعرفش نسال فيك انت خاطر حسيت روحك انك مستهدف معناها لا ما تاخذش هذا ياخذ المدرب هذا وبرشا مدربين يعرفوا هذا وبرشا شكون هذا يتكلموا اليوم باش نتكلم اما انا ناكد لك باش نتكلم ومن الفرق اللي تمشي مع تعد التشيه في ذلك انا ما يستدعونيش في التدريبات تعرفهم تعرف حد رياضي وصلنا يحكيوا على الهلال السوداني ما يقولوش حيدوسي سفيان درب الهلال السوداني معناتها لا غير شوي بلا والله انت اللي تقف فيه حتى نحكيوا بالاسامي وتنجبدوهم بالواحد 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 معناها فما اعتراف من الجامعه مستعد في سفيان وكثرنا يظهر لي كثر الشيء تخرج كلام ما خرجت تو الايامات هذوما ساعه معناتها البارح ديجا خرج للفولات الكلهم باش يعطيوا المنحه نتاع النادي الرياضي البنزرتي عن طريق المجرى كانت كل شيء للنادي الرياضي البنزرتي على خاطر يوجد عقل على شريك فهمتي وهذوما معناتها قاموا بها اصحاب العلم هذا التلاعب معناتها ولا معناتها ندلعوا رئاسه الحكومه التصحيح واحترام القوانين. كمان بما انه الكونت معقول باش يمشيوا ليك انت تشجعوا في الفرق كيفاش باش تتحايل عنا ويا ذايا المجلس الجهه ولا 4 شهريات في 3 سنين اي انا 3 سنين خلص 4 شهريات بين المتلوي بين القروان وبين كيفاش نعيشوا معناتها في الدنيا هذه فسر لي ما فهمتش. معناتها فما شيء يلزم امور يا قانونيه ينطبقوا القانون على الناس الكل يا ما نعطيوش ما عادش فاهمين تعرفوا اللي تحب ما دام انت تعرف سمينا ما زاد اي وكي يبدا في الراديو يبدا يحكي بنواعي اخر كل الاعلام كلهم ريتهم الكل يا كوت نحكيوا فيه الموضوع في وقت قصير زي ولا واضح يعطيك الصحة تصير هذه السي بي علاش ما دخلتش لتو